تعرف ان اول نسخة اصلية من السيرة النبوية موجودة في باريس وفيينا ومش موجودة عندنا في العالم العربي؟ اول سيرة نبوية في تاريخ المسلمين كتبها ابن اسحاق سنة 150 هجرية، ودي ضاعت ما نعرفش عنها حاجة، لا موجود منها نسخة عندنا ولا عندهم. لكن بعد ابن اسحاق قام تلميذه البكاء المتوفي سنة 185 هجرية بنقل السيرة اللي كتبها لابن هشام، اللي اضاف عليها بعض التعديلات وحذف منها شوية حاجات، قال ان بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وقدم لنا سيرة ابن هشام، أول سيرة رسمية نعرفها لحد النهاردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المدهش بقى أن النسخة الأصلية من مخطوطة السيرة اللي انت شايفها دي موجودة في المكتبة الوطنية النمساوية في فيينا، والنسخة التانية دي في المكتبة الوطنية في باريس، ومش موجودة عندنا احنا في العالم العربي.